الدكتوره ناجيه النور مسؤوله جهويه المكتب الشؤون النسويه التابع لنيابه وزاره الشباب والرياضه ورئيسه جمعيه التحدي لمناهضه الفقر والادمان. هذه الجمعيه اللي اعتبرها وليده محاض عسير تفكير مالي في هذا الواقع المزري، الواقع الذي يستوجب ان تكثف الجهود من اجل الحد فقط. أما القضاء فأعتقد بأنه شيء صعب جدا من معضلة الإدمان والمخدرات. بالنسبة للجمعية قامت بمجموعة من الأنشطة، ولكن أعتقد بأن هذه القافلة هي بداية قافلة أولى، أقول قافلة أولى، ستكون هناك قوافل عديدة إن شاء الله، وهي بداية من مدينة وجدة إلى غاية مدينة الناظور. الهدف منه ومحاولة التحسيس في جميع المؤسسات التعليمية التكوينية السجنية وحتى في المساجد، الهدف منه هو محاولة تجسيد أفكار هي موجودة لدى كل شخص عادي، وهو محاولة العيش في أمان في داخل أسرة ليست مدمرة بالمخدرات، أسرة تكون باعتبار أنها اللبنة الأساسية من أجل المجتمع الفاضل. لذلك عمدنا إلى بداية من التحسيس لجميع الشباب والأسر، ثم انتقلنا إلى التعليم كمؤسسة ثانية، ثم إلى المجتمع الخارجي من خلال مسيرة بيضاء. لذا فالفقرات متعددة، نستهلها اليوم بندوة صحفية مع مجموعة من الصحفيين من المنطقة الشرقية، وهناك سوف نتعرض لمجموعة من المحاور معهم بالنقاش والجدل، ونتمنى إن شاء الله أن تكون في المستوى. والفقرة المسائية إن شاء الله تكون مستديرة بحضور كفاءات عالية في المجال، سواء علم النفس، الاجتماع، العدل، الشباب والرياضة، مندوبية الصحة، مندوبية التعليم، مندوبية التكوين المهني. إذا جميع القطاعات ستكون حاضرة، والهدف منه هو الخروج من توصيات إن شاء الله يعني لصالح المجتمع، مجتمع منطقة الشرقية. ماذا تتضمن هذه القافلة؟ المكونات نتاعها؟ القافلة قلنا ستتكون يعني هناك موائد مستديرة، وهناك ندوات، هناك محاضرات، وهناك جينيريك فقرات يعني منظم، هذاك تسجيلات واقعية سوف نعرضها في جميع المؤسسات، من أجل أولا ليس من أجل التخويف، ولكن من أجل أخذ عبرة، وكذلك إيصال يعني أولا للمجتمع الأسباب الحقيقية وراء هذه المعضلة، وكذلك إيصال النتائج السلبية التي يمكن أن تتمخض عنها تناول أو تعاطي المخدرات بالنسبة للشباب. ثالثا تقريب الرؤية للمجتمع، هو أننا في خطر يهددنا. ما هو الخطر؟ ربما يستوجب أن تكون هناك تحديات، اختيار استراتيجية معينة من أجل أن نتحدى، وأعتقد بأن هناك تحديين. التحدي الأول يمكن أن نقول بأنه تاريخي، هو محاولة إعادة النظر في كيفية في زراعة القنب الهندي. وثانيا التحدي الجغرافي، ومجاورتنا للمنطقة الأوروبية واعتبارنا دولة متينة منطقة عبور حدود، وبالتالي هناك تسهيل لأمور عديدة. لذلك الهدف منه هو أن تكون لدينا رؤية في هذا المجال، من خلال هذه الاستراتيجية يمكن أن نصل إلى يعني حلول هادفة إن شاء الله.